إن بعض أهل الفرق يقولون إن هناك معنى قائما بنفسه، وإنما ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام هو مخلوق خلقه عز وجل فعبر عنه. ونقول لقد أعمى الله بصائركم، فإن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل شكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله.